مش انت مش محجبة صح؟ لا انا مش محجبة. انت حاطة ده بس عشان؟ انا حاطة ده عشان انا متعمدة طبعا اخفي اسمي واخفي شخصيتي خوفا على حياتي، مش عايزة اتقتل زي فرج فودة، وطبعا مراعاة لشعور اسرتي متدينة جدا جدا، وطبعا مش عايزة اجرح شعورهم لما بتكلم في حاجات خاصة بالاديان بيزعلوا، فانا مراعاة لشعور اسرتي. يعني مصر كلها هتزعل برضه دلوقتي. مصر كلها بالعكس، انا جايه مخصوص عشان مصلحه مصر. انا لا. مش ملحده. لكن بتقولي ان مفيش قران كريم. انا بقول محمد كتب القران. بقول كده، بقول محمد الف القران السلام اللي هو، ومش بس محمد، كل الكتب المقدسه. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، انت مش مؤمنه ان هو رسول؟ لا انا مؤمنه انه عبقري، معبقري ومصلح وفيلسوف وقائد عسكري وانسان عظيم جدا، بس هو اللي الف القران، وما فيش حاجة اسمها وحي وما فيش جبريل. دي أهم نقطة أنا جاية أقولها النهاردة، ما فيش جبريل. لكن مش رسول الله. ما أنا بقول لحضرتك هو ما فيش حاجة اسمها وحي، ما فيش حاجة اسمها. ما اتكلمتش في وحي، بقولك يعني لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش رسول الله. لا مش رسول طبعا، ما هو بدل ما فيش وحي وما فيش جبريل أكيد هو مش رسول، يعني ده طبيعي. لأن قررتي منين إن مفيش؟ نعم؟ قررتي منين إن مفيش؟ إن مفيش جبريل، مفيش. هو مين اللي جايب؟ مين اللي هو المفروض؟ مين المفروض بينقل كلام ربنا للبشر؟ جبريل. فإذا كان جبريل هو أسطورة يبقى إذن مفيش. قررتي منين إنه أسطورة؟ إن هو مفيش دليل علمي على وجود جبريل. أنا بقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. ماشي. وبؤمن بكل كلمة وكل حرف وكل حاجة في الكتاب. لا خلاص، بس أنت مختلفة. أنا لو مختلفة في إيه؟ أقول لك مختلفة في إيه؟ الفرق بين الإسلاميين وبين رهام إن الإسلاميين عايزين يطبقوا تفاصيل. أنا عايز أطبق تفاصيل شرع الله، لكن أنا مش مع إن إحنا نقتل اللي مش عايز يطبق تفاصيل شرع الله. لا بس هي التفاصيل، أنا أتمنى إن إحنا عادي يبقى شرع الله مطبق في كل حتة، والخمرة تتمنع والكبريهات تقفل والناس عادي. أنا مسلمة فلازم أطبق شرع الله. يعني أنت موافقة إن إيد السارق تتقتل تتقطع؟ طبعا موافقة طبعا. لا الحقيقة دي حاجة غير مسلمة. إذا السرقة تتقطع والزانية تترجم وطبعا لا 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 ده كلام طبعا موافقة، لأن لو حصل، لو إحنا طبقنا الدين في كل حاجة في الدنيا لا مش هيحصل حاجة. لا إزاي؟ أنت ليه بتدافعي عن الأساطير؟ ليه بتدافعي عن الأساطير؟ لا أنا ما بدافعش عن الأساطير. لا جبريل أسطورة. من حقك تقولي رأيك، لكن مش من حقك تقولي عليها أسطورة. أسطورة جبريل أسطورة. ده رأيك. أنت مش مؤمنة إن في الله بجد؟ لا مؤمنة. ما بتقعديش تدعي له؟ لا لا ما بدعيلوش، لان ربنا ما بيستجبش. ازاي مؤمنه بوجوده وهو مش بتدعيلوش؟ لا لانه ما بيستجبش، ربنا ما بيستجبش. ازاي يعني؟ هو كده شرفك يعني. انا دعيت كتير وما استجبش. عشان مش هستجيب طول ما انت بتفكري كده. لا ايام ما كنت منقبه وسلفيه ما كانش بيستجيب. ما اكيد قلبك ما كانش طاهر. لا قلبي كان ممتاز. طب انا بالنسبه لي انا بيستجيب لي جدا، يبقى ايه؟ لا هو ما بيستجبش، ده هي مجرد هي بتصدف ان اللي انا بطلبه بيجي بالظبط. لا بتصدف، وساعات يجي وساعات ما يجيش، مش معقول 100% من اللي بتطلبيه. لا انا كل اللي بطلبه بيجي. يعني لو طلبتي 1,000,000 جنيه اكيد مش هيجولك. يعني بيقولي والله. لا مش بيقولي والله العظيم، بيبقى اقسم بالله العظيم بيقول. وانت اللي بتتكلمي عن جهل مش لا الناس الباقية. لا والله جهل، انت اللي جهلة. انا اللي جهلة يا ستي؟ شكرا. ما انت بتقولي انا جهلة زي مصر كلها والوطن العربي كله. وفخورة اذا كنت بقول ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول، ما يصحش تقولي جهلة. فانا فخورة ان يكون جهلة. ما يصح. وهتبتدي تغلطي حرب ماشية وسايباني. اعتذري. اطلعي برا. ايه؟ اطلعي برا. فكي المايك برا. فكي المايك برا. وطي صوتك. انا بقول لك فكي المايك بره. ما يصحش تتكلمي بالطريقه دي مع الدكتوره نهى. فكي المايك. اتقدمي مع الدكتوره نهى. فكي المايك بره. اتقدمي مع الدكتوره نهى. اسطوره برضو. اتقدمي مع الدكتوره نهى. فكي المايك بره. يلا خدوها بره يا جماعه. اتفضلي. انا اسفه اني جيت كلمت واحده زيك. انا اللي ضيعت وقتي مع واحده مجنونه.